علينا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو ياسين الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو ياسين تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو ياسين. مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ راكم هايلين اليوم بالمكياج هذا وكامل. جيتوا من بعيد. شكون اللي جا من بعيد يرفد يدو؟ جيتوا كامل من بعيد. جيت من بعيد. واسمك؟ ها؟ واسمك؟ مين جيت؟ من بعيد؟ مين جا؟ شكون خوه؟ جا وحده؟ جيت وحدك من بعيد قول. ها؟ جيت مع ماما وبابا؟ وحدك؟ أنا نشوف باللي كاين أطفال جاو من بعيد. كامل كلمناكم في التليفون يا أخي؟ كامل. إذا أنتم يا أطفال تاني اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا معنا حصة مع عمو يزيد، ما عليكم إلا تسجلوا عبر موقعنا الإنترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. شكون اللي يقدر يقول لي حنا على أبواب مناسبة مهمة جدا؟ خلعتوني. عرفت المناسبة بلا ما نهضر؟ وش هي المناسبة هذه؟ قول لي. يوجد اليوم مناسبة هي عيد النصر. عيد النصر، فتناه عيد النصر. كاين مناسبة بعد أيام قلائل صادف يوم 16 أفريل. شكون اللي يعرفها؟ قلنا واسمك، عرفنا باسمك؟ رؤوف. مين جيت عبد الرؤوف؟ العاصمة. من العاصمة. وش هي المناسبة؟ عيد يوم العلم. يوم العلم. عمو يزيد. أسنى قعد في بلاستيك نجي لعندك. انت تعرفي؟ ما على بالكش؟ شكون اللي على بالك؟ على بالك انت يا؟ نعم. واسمك؟ نور. مين جيتي نور؟ من العاصمة. من العاصمة؟ ما جيناش من العاصمة، من باب الزوار. قلت لك جينا من باب الزوار. باب الزوار ثاني العاصمة. معليش. وش هي المناسبة؟ يوم العيد. يوم؟ العيد. العيد؟ لا لا العيد مازال شوية. لا لا العيد مازال شوية. واسمك؟ مروة. مروة، وش هي المناسبة؟ 16 أفريل. أبو يزيد. وش هي المناسبة؟ يوم العلم. يوم العلم، واسمك أنت يا؟ سيما. مين جيتي؟ من العاصمة. مين؟ من العاصمة. من العاصمة تاني. وأنت؟ واسمك بنتي؟ أحلام. أحلام، مين جيتي يا أحلام؟ من العاصمة. من العاصمة، وش هي المناسبة؟ يوم العلم. يوم العلم. وش هي المناسبة؟ يوم العلم. يوم العلم. شكون يقدر يقول لي دركا نسبة إلى ماذا؟ علاش يوم العلم؟ لماذا نحتفل بهذا اليوم؟ على بالك انت يا؟ بمناسبة موت وفاة وفاة عمو عمو الشيخ الشيخ ابن باديس. ابن باديس ربي يرحمه. واسمه وش هو الاسم ابن باديس؟ كيفاش؟ معلش نعود نرفد انا. ارواح تعال 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 عند عمو يزيد. لا تخف لا تخف. وين عمو يزيد؟ عبد الحميد بن باديس. عبد الحميد بن باديس رحمه الله، العلامة عبد الحميد ابن باديس. إذن نحتفل بيوم العلم 16 أفريل ذكرى وفاة العلامة عبد الحميد بن باديس. عبد الحميد بن باديس كان رئيس ماذا؟ رئيس جمعية العلماء المسلمين. بالضبط، كان رئيس جمعية العلماء المسلمين. بهذه المناسبة كلفنا
كلفنا باحثة راح ادينا بحث، ولكن قبل هذا الشيء راح نطرحها عليكم في أول الحصة. لغز كالمعتاد، لغز تفكروا معنا أنتم وعزائنا المشاهدين. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي تزيد قيمته إذا وضعناه يمينا وتقل إذا وضعناه يسارا؟ نعود اللغز: ما هو الشيء الذي تزيد قيمته إذا وضعناه يمينا وتقل إذا وضعناه يسارا؟ أنتم تاني أعزائي المشاهدين اللي راكم تشوفوا فينا تقدروا تجاوبوا على اللغز عبر الانترنت، عبر موقعنا الانترنت عمويزيد.com بهذا الشكل. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن يا أطفال، أنا أشوف فيكم سكتوا كامل، جاكم اللغز صعيب، صح معليش لازم تفكروا، بديتوا تعرفوا خلاص معليش ما تقوليش دركا، لأنه أعزائنا المشاهدين راح يفكروا معنا تاني في آخر الحصة، في نهاية الحصة راح نطلب منكم الجواب. إذن فكروا، صبتيه؟ إذن فكروا حتى نهاية الجواب، فكروا إلى غاية نهاية الحصة. إذن كلفنا الباحثة باش تديرنا بحث عن شخصية العلامة الشيخ عبد الحميد ابن باديس. إذن تصفيقة. ولد الإمام عبد الحميد بن باديس سنة 1889 بقسنطينة بالجزائر من أسرة معروفة بالعلم والجاه. تعلم القرآن وحفظه في سنة 13 سنة من عمره على يد الشيخ حمدان النونيسي. سافر إلى تونس سنة 1908 حيث وصل تعليمه العالي في جامعة الزيتونة. وفي سنة 1913 عاد إلى الجزائر أين بدأ نشاطه كمدرس في جامع الأخضر واهتم بنشر العلم والدين. سافر إلى البقاع المقدسة ليؤدي فريضة الحج، وهناك تعرف على الشيخ الإبراهيمي. باشر عمله ونشاطه الإصلاحي جاعلا من مسجد منطلقا، فاهتم بتعليم الصغار وتوعية الكبار، واتخذ من صحافة وسيلة أخرى لنشر الوعي الديني والسياسي. حارب الخرافات والبدع ورفض فكرة الإدماج، أي إدماج الجزائر بفرنسا في وقت الاحتلال الفرنسي، واعتبر كل من تجنس بالجنسية الفرنسية مرتدا. أشرف على عدة مجلات منها المنفذ 1925 والشهاب والبصائر، وعمل على تفسير القرآن الكريم. وفي سنة 1931 كان من البارزين على تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. كان عبد الحميد بن باديس مفكرا ومرشدا ومربيا، سخر كل طاقته المادية والبشرية لإصلاح أحوال المجتمع الجزائري وللحفاظ على الهوية الجزائرية. الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا. تصدى لفكرة الإدماج عن طريق إصدار الفتاوى، ونجح في بناء جيل ساهم بقوة في ثورة نوفمبر 1954. توفي الإمام في 16 أفريل 1940، واعتبر هذا اليوم 16 أفريل يوم العلم. شكرا 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 يا أطفال. على بالكم عمو يزيد بهذه المناسبة، ما نقدرش نفوتوا هذه المناسبة بدون ما نكتبوا أغنية خاصة بيوم العلم. تغنوا كامل معايا 16 أفريل يا فخري بالذكريات. أبريل يا فرحي بلقياك، 16 أبريل يا فخري بذكراك، 16 أبريل يا فرحي بلقياك، 16 أبريل يا فخري بذكراك. تاريخ وشهادة وذكرى اليوم العلم،
حقوها شهداء سلاحهم قلم رجال السيادة عليهم يشهد العالم تاريخ شهادة وذكرى اليوم العلم حقوها شهداء سلاحهم قلم رجال السيادة عليهم يشهد العالم 16 أبريل يا فرح بلقياك 16 أبريل يا فخر بذكراك بادس يا علامة كنت شمعة يا إمامة تحرق الدين الظالمة وتنور في الظلام وعيد شعب الأمة وادعيت للسلام من بادس يا علامة كنت شمعة يا إمامة تحرق الدين الظالمة وتنور في الظلام وعيد شعب الأمة وادعيت للسلام 16 يا فرحي بلقياك 16 أبريل يا فخري بذكراك يا بكر العلامة يا معز بلادي ديريك الحمامة روحي ولينا عودي والرجعي بالسلامة وعيد التاريخ لولادي يا ذكرى العلامة يا معز بلادي ديريك الحمامة روحي ولينا عودي والرجعي بالسلامة وعيد التاريخ لولادي 16 يا فرحي بلقياك 16 أبريل يا فخري بذكراك برافو برافو عجبتكم الأغنية؟ لا. إذا الأغنية تغنات بالعلامة عبد الحميد بن باديس وكيفاش الناس اللي يكونوا مرجع الأمة اللي كانوا عندهم أفكار وكانوا حابين دائما الجزائر تكون خيرة البلدان. كاين مفاجأة أخرى اليوم جانا شاب طفل اسمه يوسف راح يقول لنا الشعر على يوم العلم كذلك. إذا نستضيف كامل يوسف تفضل. مساء الخير عليكم. العلم سعي الفتى للعلم عبادة وغاية توصلك إلى السعادة لأن في العلم سراح الكون والله للعلماء خير عون لأن العلم هو سلاحك المتين قوي حريص لا يلين مصباح ينير لك الحياة يبعدك عن الجهل والظلمات تعلم تعلم يا فتى بكل جدارة بجد وكد ومثابرة ستصبح طبيبا يداوي المرضى وأهلك بالطبع عليك يرضى مهندسا كبيرا يشيد المباني طيارا محاميا أو فنان فسطر فسطر حياتك بكل جدارة بالعلم والعلم لك اعتبارة برافو 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 يا أطفال وش رأيكم؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن
اليوم جانا عمو فؤاد. عمو فؤاد جانا من مدينة مونريال من كندا. ليكم برك يا أطفال باش يفرحكم. إذن صفيقة كاملة على عمو فؤاد. السلام عليكم. لاباس؟ واش راك؟ نسحق طفل وطفلة صغيرة. أنا حطها برك وما تطلع. أروح أنت. حطها بالك. تصفيقة حارة عليه. واسمك؟ رضا. دير هكا دير هكا. رضا. شوف رضا. نسحقوا هذه ولا هذه؟ اوكي هذه ما نسحقوهاش. شوف رضا مليحة. زيد نقسموها. هذه ولا هذه؟ هذه ما نسحقوهاش. هيا سي رضا. شوف مليحة سي رضا. ديروا هلا سي رضا. الخيخ تاعك ولا لك دولار. واش راح تشري بالدولار هذا؟ حاب تشري بسكليت؟ تصفيق عليه. هيا شوف رضا. شوف مليح. شوف رضا نحطو هكا ونديرو لها غير هكا رضا. وروح اشري بسكليت معاه. تصفيقة حارة على رضا. شكرا. هذه مليحة للأمهات في المنزل، وخاصة اللي تحب عندها الأولاد كيما نتوما وتحب تخدم حاجة إكسبريس في الدار. شوف أنا لست تخي تخي سال. أو ماي جاد. ألي أون مي سا دون لا ماشين. أون في أبراكادا أبراكادا. إي جوست كوم سا. Et voilà, tout est propre et repassé. Tout est propre et repassé. Shukran. Ma salama. Hiss al qadima. Shukran. Bravo, 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 bravo. Bravo, Amou Fouad, bravo. Ya atfal, t'habou hikayet Amou Yazid? Shukran, shukran. Ya atfal, quel mu'tad? يا اخي عمو يزيد يحكي لكم حكايه تحبوهم. اليوم راح نحكي لكم حكايه تاع الحصان اللطيف المتمرد. واحد النهار كان واحد الطفل صغير كان مع باباه كانوا في السيرك. شكون اللي راح للسيرك فيكم يا اطفال؟ هايل هايل هايل. رحتوا للسيرك؟ رحت للسيرك. هايل. اذا كان مع باباه كانوا في السيرك وكانوا الفوق هكذا كانوا يشوفوا في واحد مروض الأحصنة. شفتوا كي يكونوا اللي يشوفوه هكذا وكامل يكونوا يدوروا هكذا. كان المروض نتاعهم هذاك، ولكن هذاك الطفل مع باباه شاف بلي هذاك المروض كي يضرب الحصان هكذا الحصان هذاك يتوجع، وكي يقول له دير حاجة هذاك الحصان شغل متمرد ما يحبش ياخذ له الراي، يزيد يضربوه هكذا. وهذاك الحصان شغل يطلع راسه هكذا ويشوف في الناس هكذا ويشوف في هذاك الطفل شغل يستنجد به هكذا. وهذاك الطفل شغل تقاس هكذا قال علاش هو يضرب فيه هذا، وشاف باللي هذاك الحصان شغل ما ياخذش الراي، ما يضربوا يضربوا ما ياخذلوش الراي. ومن بعد خرجوا من السيرك هكذا وراح مع باباه في الطريق. باباه قال له يا وليدي واش عجبك السيرك مليح؟ قال له يا بابا انا عجبني السيرك بصح كاين حاجه هكذا ما عجبتنيش. قال له هذاك الحصان مسكين هذاك المروض كان يضرب فيه بزاف. قال له وشفتو مالغري كان يضرب فيه ما ياخذلوش الراي. قال له علاش كان يضرب فيه؟ قال له واش رايك يا بابا روحوا نشروه هذاك الحصان. قال له ما عنديش وين نديرو انا في الدار. قال له لا عندنا مكان في الحديقه. وخرج هذاك الطفل قاعد يحوس في الحديقه هكذا يشوف المكان وين يديروه الحصان وكامل. وقعد مع باباه يقول له كيما ديروا انتم مع والديكم كي تحبوا حاجه. قعد معاه كل يوم يقول له يا بابا يا بابا لازم نجيبوا الحصان. قال له خلاص غدوه نشوفوا. غدوه بعد العمل خداه باباه وراحوا للسيرك. لحقوا تما للسيرك. كي لحقوا قبل ما يبدا العرض راحوا عند هذاك مروض الحصان بداوا يهضروا معاه. قالوا له هذاك الحصان اللي كان معك البارح واش رايك وكامل وهذه؟ قال له هذاك حصان عنيد. قال له ما ياخذش كاع الراي. قال له درناه للبيع. قال له ما ياخذش الراي ما نقدروش نخدموا به. انطق هذاك الطفل. قال له بصح انتم تعاملوه بقسوه. قال له ما توريليش خدمتي انا نعرف كيفاش نتعامل مع الاحصنه.
الواحد ما يقدر يقرب منه غير يقربوا يبدا هكذا يزغد وعنيف يعني. هذاك الطفل قال المراود قال له معليش نقدر نروح عند الحصان هذا؟ قال له روح. قال باباه كذب راسك. قال له كان سي جامي كش ما يصرى له ولا راه خاطيني. راح هذاك الطفل مع باباه دخل هكذا الاسطبل وين كان الحصان هذاك، ولكن كيبقى بقى يكاريسي فيه هكذا، وكامل هذاك الحصان هادئ. هذاك المرود الحصان تخلع، قال له انا عمره ما شفته هكذا. وبدا غير بالعقل هكذا، ومن بعد قال له نركب فوقه. قال له بصح بالك ويتحرك وكامل. قال له لا لا خليني معليش. طلع فوقه فوق الحصان هذاك، ومن بعد الحصان بدا يشطح له هكذا وكامل، تخلعوا كامل. شغل الحصان حب هذاك الطفل. واش قال له هذاك مرود الحصان؟ قال له خلاص، قال له بشرط، قال له تبقى معايا دير معايا العرض بهذا الحصان، وكي نكملوا خير على بالكم باللي السيرك يقعد في مدينه ومن بعد يتنقل لمدينه اخرى. قال له تبقى معايا في هذه المدينه دير انت العرض مع هذا الحصان، وكي نخلا باش نروحوا لمدينه اخرى نعطيه لك نخليه لك، وتكون هذه الاجره تاعك يعني لو سالير تاعك هو لو فات اللي درت لنا هذا العروض هذه. قال له داكور. وبقى كل يوم الطفل هذاك يدير عرض مع الحصان هذاك، ويعاملوا بلطف، يعاملوا غير بالعقل، والحصان ياخذ له الراي. ومن بعد كي راحوا هما السيرك هذاك، قعد الحصان عند الطفل هذاك، وباباه دار له بيت صغير هكذا باش يدخل فيه في الليل وكامل. وصبح هذاك الطفل مشهور في هذيك المدينه هذيك. عمو يزيد، تسمى الحكمه اللي نستخلصوها من هذه الحكايه، يجب معامله الحيوان بلطف. برافو برافو بوبي، جبنا حكم ملاح. إذن يا أطفال، في الدنيا هذه العنف ماهوش مليح، لأنه اللطف أحسن. شفتوا الحيوان كيتعامل معاه؟ بالضبط، أحسن من العنف. إذن لا للعنف، لازم نعاملوا الحيوانات بلطف، ونعاملوا بعضنا بعض كذلك بلطف. يا أخي يا أطفال، برافو 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 برافو. دركا لحقنا لواحد الركن جميل جميل جدا اللي راح نعيط لكم تجوا لعندي لهنا وتحكوا لي نكت ولا. شكون؟ شكون اللي عنده نكتة؟ شكون؟ أروحي بنتي، تعالي 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 أروحي، قعدي قدام عمو يزيد. واسمك بنتي؟ نور. نور، الله يبارك. وين تسكني نور؟ العاصمة. في العاصمة. واش عندك في يدك نور؟ واش هو هذا؟ هدية. هدية لمن؟ عمو يزيد. اوه وري تشوف. واو، شوفوا الهدية تاع نور شحال جميلة. واسمها بن حمر العين نور اليقين من باب الزوار. قالت لك رسمة ساعة، وقالت لكم الوقت يحلو ويفيد مع عمو يزيد. برافو برافو بنتي، برافو برافو برافو. الله يبارك الله يبارك. نعطوها البوبي خبيها في الدار، خبيها هنا في الدار نحتفظوا بها. برافو. راح انا نجيب صديقي، نجيب صديقي. قعد قعد مع عمو يزيد، قعد قعد هنا. فوالا، جيب صديقي، احكي لنا النكته تاعك بنتي. واحد النهار واحد الراجل كاين بيه في السردين، كي يبيع السردين عيا طاير البطاطا طاير البطاطا. كي جاو يشيو عندو الناس قالوا له راك تبيع في السردين، قالوا باش ما يجونيش القطوطة. شكرا بنتي، تفضلي 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 تفضلي. هايلة هايلة. أروحي بنتي تيا، تعالي بنتي. تفضلي. واسمك بنتي؟ لينا. لينا، مين وين تسكني لينا؟ باب الواد. باب الواد، دوري شوفي في الكاميرا لينا، احكي لنا النكتة تاعك. قال لك واحد النهار واحد الولد خرج مع يماه، ويماه جرات له كوجاك. ايه؟ ومن بعد كان يلحس فيها حتى طاحت له. قالها ماما ولا نرفدها؟ قالت له لا لا ما ترفدهاش، لحسها الشيطان. ومن بعد زادوا تمشاو، جات له وحدة أخرى، زاد طاحت له. قالها قالت له خلاص لحسها الشيطان. واحد الحفره كانت يماه ما شافتهاش، كانت مشي حتى طاحت فيها. ومن بعد قالت له وليدي رفدني عاوني. قال لا لا لحسك الشيطان. برافو برافو برافو. شكون؟ تعال تعال
تعال تعال أروح تعال تفضل أقعد. واسمك؟ حلوي مصطفى عبد الويس. اسمك طويل، اسمه طويل. لا لا مرحبا بك. وين تسكن؟ في بلدية واد ليلي ولاية تيارت. ولاية تيارت، جيت من ولاية تيارت. عيطنا لك في التليفون، عيطوا لك عمو يزيد. واش مساعة نط اليوم؟ على الزوج تاع الليل. أوه برافو برافو، شاطر شاطر، صدقوا عليه. فوالا، واش عندك نكتة ولا أغنية؟ أغنية. عندك أغنية، غنيها لنا. ألا طيري ألا طيري وغني يا عصافيري، لديك الماء والحب، لديك الحقل والعش، وعندك جوك الواسع، فطيري يا عصافيري، تعالي رفرفي عندي بلا خوف من الصيد، فإني لست صيادة، فطيري يا عصافيري، يا فوق داخل العش وبين الريش والقش، تنام ولست أمسكها، فطيري يا عصافيري. برافو 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 برافو، طيري يا عصافيري. أروحي بنتي، تعالي 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 تعالي، أروحي منا. فوالا اقعدي بنتي، اقعدي اقعدي، تفضلي اقعدي اقعدي. اوه واسمك بنتي؟ احلام. احلام، احلام رسمت لنا هذا الرسم هذا وجابته تورو العمو يزيد، كانت ترسم لهيك. هايل هايل، برافو احلام، برافو برافو برافو. هذا الدب هذا. اه هذاك. اه رسمتي الضفدع. الضفدع، هذا اللون الاصفر. هايل هايل هايل، عم بالي دب. شبه شويه الدب. شبه شويه الدب. اوكي برافو، يلا يلا كم الرسم الرسم. اروحي انت يا بنتي، تعالي اروحي العروسه، اروحي. واسمك؟ رينا. رينا، اروحي انا مو يزيد. وين تسكني رينا؟ فرن. وين تسكني؟ وين؟ رونفالي. اه رونفالي، في باب الواد. خيار الناس، تحياتنا لكاع الناس رونفالي. شكرا. احكي لنا نكتة. أغنية. أغنية، يلا أغنية. يا حسنة كي كنت صغير كنت نباز رادية، حكموني بوليسية، ادوني المالية، لما طلت من الطاقة ضربتهم بالتبتاقة. برافو برافو برافو. يا أطفال الحقنا الركن، تحبوه كامل، هو ركن الجواب على اللغز. اللغز قال: ما هو الشيء الذي تزيد قيمته إذا وضعناه يمينا وتنقص إذا وضعناه يسارا؟ أروحي تعالي بنتي. واسمك؟ سلمى. وين تسكني سلمى؟ في العاصمة. وين في العاصمة بالضبط؟ باب الزوار. وش هو الجواب؟ الميزان. الميزان، لا لا مش الميزان، تفكير سالي. أروحي بنتي تعالي. واسمك؟ منال سايح. منال سايح، وش هو الجواب؟ السلوك. ماشي السلوك. أروحي تعالي بنتي، خلوها تفوت تشبه هذه. أروحي تعالي. واسمك؟ رجيز. وش هو الجواب؟ الساعة. ماشي الساعة. أروح تعالى تعالى. واسمك؟ خالد. خالد، من جيت خالد؟ من العاصمة. من العاصمة، وش هو الجواب؟ الماء. ماشي الماء. مش هو؟ تعالي بنتي أروحي أروحي. فوالا خلوها الطريق، تعالي. واسمك؟ رميساء. رميساء، اسم شباب هذا. وش هو الجواب؟ الخير. ماشي الخير. تعال أروحي. واسمك؟ منال. مين سويت تسكني منال؟ العاصمة. العاصمة، وش هو الجواب؟ الحنفية. لا لا، رايح نسهل عليكم الجواب، تعرفوا؟ تعال. واسمك؟ عبد الرؤوف. وين تسكن عبد الرؤوف؟ في العاصمة. وش هو الجواب؟ صفر. فوالا أروح، تعال تعال تعال، قلهم صفر. الصفر، لما يكون عندكم رقم
عدد كي يكون عندكم عدد كي نديروا الصفر على اليمين يولي عشرات مئات والاف وكي نديروه على اليسار ما عنده حتى قيمه يا اخي مثلا صفر اثنين معناتها اثنين ولو وضعنا الصفر على اليمين يولي عشرين فهمتوا نعطوا له جائزه يلا نعطوا له جائزه اعطيني الجائزه تاعو بوبي اعطيني الجائزه تاعو اذا الجائزه تاعك اليوم هي ألبوم غنائي للأطفال ألبوم مدرستي إن شاء الله يفيدك وتستفاد به وكذلك عندك حصريا قبعة تحميك من أشعة الشمس مع عمو يزيد تفضل بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق بالتوفيق يا أطفال لحقنا درك الركن عيد الميلاد مولفين تابعوا عيد الميلاد في كل مرة كنا نستضيفوا طفل أو طفلة نديرهم عيد الميلاد ولكن اليوم أراكم في عيد ميلاد خاص جداً هو عيد ميلاد حصة مع عمو يزيد اليوم شكرا 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 اليوم عيد ميلاد الحصة أول بث للحصة كان يوم 14 أفريل 2015 راح نشاركوا معنا كامل أصدقائنا راح يجيبونا الجاتو وأنا راح نغني الحصة عمو يزيد عيد ميلادك أحلى عيد عيد ميلادك أحلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 إذن راح ندير العد التنازلي اللي حصلت مع عمو يزيد واحد خلاص برافو 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 إذن أنا راح نقطع التورته هكذا بصح قبل ما نعطيكم تاكلوا كامل الجاتو راح نقول لكم يا أطفال بقوا على خير واستنونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة ونحبوكم سلام لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد
ويزيد. يلا بوسوني بوسوني على عيد ميلاد حسة بوسوني بوسوني بون معلش بوسوني بوسوني يلا فوالا بوسوني فوالا هاني شاي فوالا هاو هاي او هاي بنتي هاي بنتي فوالا برافو برافو عمو يزيد برافو برافو.